السلام عليكم. في الفترة الأخيرة بالرغم من زيادة الأخبار الإيجابية المفرحة عن تطور اللقاحات، وده اللي ذكرناه في آخر حلقتين عن لقاح شركة موديرنا ولقاح أسترازينيكا أو لقاح أوكسفورد واللقاحات الصينية اللي بيتم تطويرها في الوقت الحالي، إلا إن في مجموعة كبيرة من الناس بتستقبل خبر زي اقتراب موعد اللقاح وكأنه اقتراب تطبيق نظرية مؤامرة ضد الشعوب، وده لأن في السنين الأخيرة بدأت الشائعات يتم انتشارها بشكل سهل جدا على السوشيال ميديا، والشائعات دي للأسف بتبقى أخبار بدون أي دليل علمي. علشان كده قررت في الحلقة دي نقوم بدورنا الإيجابي في نشر الردود على أهم 7 شائعات تخص اللقاحات بشكل عام ولخصتها في الفيديو ده، وده عنوان حلقة النهاردة من خلاصة الدراسة، وأنا معاك دكتور حسام جبر. احنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو. أول شائعة وهي إن اللقاحات بتحتوي على سموم زي الفورمالدهايد أو الزئبق أو الألمونيوم، وللرد على الشائعة دي ببساطة خلينا أقولك إن أنت لو شربت مية بكمية كبيرة جدا هتحصل لك حالة تسمم، ولو شربت القهوة بتركيز كبير جدا هيحصل لك تسمم. الفيتامينات اللي بتاخدها لتقوية جسمك وتقوية الجهاز المناعي ليها حد أقصى للجرعة، لو أخدت زيادة عنه هيحصل لك برضه تسمم. ففكرة التسمم هي فكرة الجرعة وليست المادة نفسها، كل المواد اللي بيتناولها الإنسان ليها جرعات معينة، لو زادت عن الجرعة دي بيدخل الإنسان في مرحلة السمية. على سبيل المثال إن مادة الألمونيوم اللي بتتحط فعلا في بعض اللقاحات علشان تزود الفاعلية بتاعة اللقاح، المادة دي الإنسان بياخدها في الغذاء بتاعه بشكل يومي من 25 ل 30 ميلي جرام كل يوم. خليني اقول لك ان اللقاح فيه 125 من الالف من الميلي جرام من ماده الالومنيوم، يعني اقل من 200 ضعف من النسبه العاديه اللي بتاخدها في الاكل وفي الشرب الطبيعي كل يوم. وماده الزئبق كانت بتستخدم بنسبه معينه كماده حافظه، تم الاستغناء عنها من 2001 وبيتم استخدام مواد حافظه ثانيه اكثر امانه، وده اللي بينفي صحه الشائعه دي تماما. الاشاعه الثانيه وهي من الافضل ان الطفل يبقى طبيعي بالفطره، فحقن اللقاحات للاطفال بالتطعيمات يعتبر تعدي على الطبيعة بتاعة الطفل، ومن الأفضل إن احنا نسيب الجهاز المناعي للطفل إن هو يحتك بالفيروسات والبكتيريا ويكون الأجسام المضادة بتاعته بشكل طبيعي، ونريح الطفل من الشكة ومن الحقنة ومن الكلام ده. هو طبعا صحيح إن الطفل بيتولد وعنده مناعة مكتسبة من الأم، وطول فترة الرضاعة وفي الشهور الأولى من الولادة بيتعرض لمئات الجراثيم والبكتيريا، وجسمه المناعي بالفعل بيبدأ يكون أجسام مضادة ضدها وبيتعامل معاها، ولكن اللقاحات اللي بيتم إعطائها للأطفال لا تشمل كل البكتيريا والجراثيم والفيروسات اللي بيتعرض ليها الطفل من أول ما بيتولد، دي بتشمل بعض الفيروسات اللي لو اتعرض ليها الطفل في السن الصغير ده هيبقى فيها خطورة على حياته أو قد تصيبه بالشلل أو فقد السمع أو البصر، فبالتالي التطعيم بيعتبر حماية للطفل وليس اعتداء على طبيعة الطفل. الإشاعة الثالثة وهي إن التطعيمات بتصيب الأطفال بالحساسية، ودي طبعا نقطة قديمة جدا وكتلت بحثا من سنة 1997 في الدراسة الأمريكية اللي اتعملت على 2100 طفل في الأعمار ما بين 5 سنين إلى 6 سنوات، والدراسة دي أثبتت إن بالعكس إن اللقاحات بتحمي الطفل فيما بعد من الحساسية، مش بتعرض الطفل إلى الحساسية. الإشاعة رقم 4 وهو إن لا داعي للتطعيم، الأمراض اللي إحنا بنتطعم ضدها مش شايفينها ومش حاسين بيها حوالينا، لفيروس أصلا مش موجود وأنا مش معرض للإصابة بيه، وطبعا كون إن أنت مش شايف الأمراض دي فده أكبر نجاح للتطعيمات، وهي إنها حمتك من أخطر الأمراض التاريخية اللي كانت بتؤدي الى وفاة ملايين الاطفال. خليني اقول لك ان سنة 1967 الجدري كان وباء فتاك وادى لوفاة ملايين الاشخاص، وبعد اصدار اللقاح او التطعيم ضد الجدري وصل العالم سنة 1980 الى 0 حالات وفاة بسبب الجدري، وتم القضاء نهائيا على هذا المرض. مرض شلل الاطفال كان بيؤدي الى اصابة من 13 الى 20 الف طفل الشلل وعاهة مستديمة مدى حياتهم، وده اللي حماهم التطعيم. قبل اكتشاف اللقاح لمرض الحصبة الألمانية كان بيؤدي إلى أكثر من 2100 حالة وفاة جنينية، وأكثر من 11000 حالة إجهاض سنويا، وأكثر من 20000 طفل بيولدوا مصابين بالحصبة الألمانية، وأكثر من نصهم بيفقد حاسة السمع مدى الحياة، والنص الثاني بيبقى معرض للعمى أو التأخر العقلي. تطعيم الحصبة منظمة الصحة العالمية
العالمية قالت إن في آخر 16 سنة حمى العالم من أكتر من 20 مليون حالة وفاة. التطعيمات بتحمينا من كل هذه الأمراض، وده بالتأكيد شيء عظيم. الإشاعة رقم 5، وهو إن في علاقة ما بين التطعيمات وبين مرض التوحد للأطفال، وده بسبب إن في دراسة سنة 1998 نزلت بتقول إن في رابط ما بين التطعيم الثلاثي للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وما بين الإصابة بمرض التوحد عند الأطفال، وده لأن للأسف لم يتم التعامل مع الدراسة دي إلا بعد نشرها بشكل واسع في وسائل الإعلام. تم التأكد بعد سنوات إن الدراسة ملفقة، وعشر علماء من ال 13 اللي كان مكتوب اسمهم في الدراسة سحبوا اسمهم من نتائج الدراسة بعد ما تم اكتشاف الفساد اللي تم بسبب الدراسة دي. الدراسة دي كانت ضعيفة جدا وقايمة على 12 طفل، ودي طبعا اللي تم الرد عليها بأكتر من 25 دراسة اتعملت على population أو على مئات الآلاف من الأطفال، وال 25 دراسة أثبتت إن لا علاقة علمية بالتوحد والتطعيم الثلاثي. وبعد كده بالتحقيقات ظهرت دلائل بتؤكد إن في شبهة مادية في الموضوع لمحاربة الشركة المصنعة للتطعيمات الثلاثية واستبدالها بشركات أخرى بتنزل التطعيمات منفردة كل تطعيم لوحده. الإشاعة رقم 6، وهي نظرية المؤامرة، وهي بإن أجهزة الاستخبارات العالمية بتعمل لمصلحة شركات الأدوية لإنتاج اللقاحات للتربح المادي من أسعار اللقاحات، وبالتالي استنزاف أموال دول العالم لمصلحة الشركات دي. خلينا أقول لك ببساطة نقطتين مهمين. سوق اللقاحات فيما قبل الكورونا كان بيقدر ب 24 مليار دولار، وأغلب اللقاحات بتوزع إلى دول العالم بشكل مجاني عن طريق الدعم اللي بيتم من منظمة الصحة العالمية، في حين إن دراسة أمريكية اتعملت على تكلفة العلاج للأمراض اللي بيتم التطعيم ضدها فكانت في حدود 400 مليار دولار، والدراسة دي كانت في 2014. فلو كانت النظرية بتاعت المؤامرة نظرية مادية لشركات الأدوية، كان من الأفضل ليهم الاستثمار في سوق يبلغ حجمه 400 مليار دولار عن الانحصار في سوق يبلغ حجمه 24 مليار دولار فقط. خلينا اديلك مثال تاني قريب لفيروس الكوفيد 19 اللي احنا بنتعايش معه حاليا. ففي دواء دلوقتي نزلته شركات الأدوية اسمه ريمديسفير. الدواء ده عبارة عن جرعات المريض بياخد 6 جرعات ورا بعض حتى يتم تسريع مدة الشفاء من الفيروس. قيمة الفيال الواحد او قيمة الجرعة الواحدة 390 دولار، والست جرعات ب 2340 دولار، وده للمصاب الواحد بالاضافة الى باقي الادوية اللي المصاب بياخدها اللي برضو بتكون سوق كبير جدا. منظمة الصحة العالمية اكدت ان لقاح كورونا المستجد هيكون بحد اقصى 40 دولار للجرعتين، وده اكبر دليل بين في نظرية المؤامرة لشركات الأدوية أو الاستخبارات على شعوب العالم. آخر شائعة معانا، وهي إن التطعيمات المفروض تبقى حرية شخصية، فما ينفعش حاجة اسمها تطعيم إجباري ولازم الأطفال ياخدوه في أعمار معينة، وإن لازم يتعطى مساحة للأمهات والآباء إن هم يختاروا إذا كانوا المفروض ياخدوا اللقاح ده ولا لا. في الحقيقة الكلام ده مش مظبوط. فالتطعيم أو اللقاح اللي أنت بتاخده أو اللي الطفل بياخده في عمر معين ليس الهدف منه هو حماية الطفل فقط من المرض، لأن بيترتب عليه حماية بقية أفراد المجتمع من نفس المرض اللي من ضمنهم باقي الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز المناعي ومرضى السرطان اللي بيتعالجوا بالكيماوي. كل الناس دي جهازهم المناعي ممكن ما يقدرش يقاوم المرض ده في حالة إن أنت نقلت المرض ليه. فالمناعة المجتمعية هي السبيل الوحيد للأشخاص دي لمواجهة الموت المحتمل بسبب الأمراض اللي ممكن تنتشر في حالة عدم التطعيم ضدها. علشان كده التطعيم بيكون واجب مجتمعي. أتمنى أكون في الفيديو ده قدرت أوصل أهم 7 شائعات ضد التطعيم. أتمنى تبعت الفيديو ده لشخص أنت شايف إنه ممكن يستفيد بمحتواه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد من خلاصة الدراسة. شكرا والسلام عليكم.